ينضم إلي أيضا مشاهدي الكرام عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة التموين محمد سويد. أهلا بك وكل سنة وأنت طيب أستاذ محمد. يعني ما هي الأوضاع مدى الإقبال ومدى توفر السلع؟ هذا كان رصد من جانبنا، لكن ماذا عن مختلف محافظات الجمهورية أيضا؟ الأول كل سنة وحضرتك وكل السادة المشاهدين والمصريين بكل خير وسعادة إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله إحنا بنستقبل عيد الفطر بعد يعني أحب أحيدك شهر من العمل الشاق بالنسبة لمؤسسات وزارة التموين ومؤسسات الدولة اللي كانت معنية بتدبير السلع الأساسية طوال هذا الشهر. ويمكن زي ما إحنا عارفين إنه كان في معدلات أزيد في الاستهلاك تصل إلى 50%. استطعنا منذ بداية الشهر الكريم وما قبله ان احنا نعمل اتفاقات مع الغرف التجارية ومع كل العاملين في هذا الموضوع، وكل الشكر طبعا مش بس القطاع العام بمؤسسات ولكن ايضا القطاع الخاص والغرف التجارية في ان هم استطاعوا ان هم يفوا بعهدهم في طرح السلع باسعار غير مغالى فيها. مش هقول ان هي مخفضة، لكن كانت كل السلع موجودة بكميات كبيرة، والحمد لله. ايضا الخطه التي بدات منذ شهر رمضان هي امتداد لخطه العيد، وهي اولا الحفاظ على احتياطات استراتيجيه كبيره من كافه السلع. احنا بنتكلم على احتياطي من السكر بيكفي حتى نهايه العام، ده من الانتاج المحلي زائد التعاقدات اللي تصل لمعدل 50,000 طن من الخارج كل 15 يوم حتى نهايه العام. بنتكلم برضو على الزيت، على احتياطي يصل الى 3 شهور تعاقدات موجوده. بنتكلم على الارز 2.5 شهر الى 3 شهور، ده هيوصل بينا للموسم الجديد ان شاء الله. برضو احب اقول لحضرتك انه القرار بتاع الحكومه اللي اتخذ والخاص بزياده 1 مليار جنيه على بطاقات التموين خلال شهر رمضان كان له اثر كبير في زياده كميات السلع اللي حصل عليها المواطنين طوال هذا الشهر، واللي هي مستمره معاهم. يعني بنسميه الخزين بتاع الشهر ده مستمر معاهم. ان شاء الله هيبقى متصل بالقرار المهم اللي اخده الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياده المقررات التموينيه الى 50 جنيه. ان شاء الله اللي هو هيبدا الصرف من 1 يوليو، يعني احنا بنتكلم على بعد اجازه العيد مباشره هيبقى في صرف مقررات تموينيه مضاعفه 140% زياده عن الاحتياطات الاساسيه. طب خلينا اسال حضرتك في هذا الاطار ايضا، لانه يعني مهم. 50 جنيه حاليا كان 21، وده رقم يعني كان جيد مقارنه بما سبق، لكن ماذا عن الاسعار داخل ال 21 جنيه او داخل ال 50؟ يعني هل سيتم تثبيت كل اسعار الزيت والسكر وغيره؟ لا، هقول لحضرتك لانه كان هناك بعض الفئات التي لا تريد خيرا لهذا البلد حبت ان هي تستغل ما قاله الرئيس والزيادة الغير مسبوقة التي تمت في محاولة يعني التغطية على هذا الإنجاز. في الحقيقة أنه وزارة التموين ووزارة المالية أجروا دراسة قبل هذا الموضوع عندما طلب منهم أن احنا نزود الدعم، لأنه كان عندنا مشكلة أنه يوميا هناك ضبطيات تصل إلى ملايين الجنيهات من السلع المهربة، وده كان بيحصل نتيجة انه هناك سعرين للسلع التموينية والسلع الحرة. عندما كان يحصل يعني البقال والمجمع الاستهلاكي وعلى ومن على شاكلته يعني 30,000 وسيط بيتعاملوا معانا عشان يوصلوا السلع للمواطنين. السكر لما كان بيبقى اقل في السوق 2 جنيه كان ما بيوصلش للمواطن، الزيت اقل 2 جنيه ما بيوصلش للمواطن. فالزيادة متضمنة انه هناك مساواة للأسعار بالسوق، وده نظام محاسبي لا علاقة له بالمواطن، لأن المواطن يحصل على 50 جنيه اللي أقرها الرئيس على بطاقته الزكية. 50 جنيه دعم نقديا، إنما أنا بوفر له السلعة بهذا المبلغ، ده مش زيادة في الأسعار، لكن أنا بقول له إنه كل الأسعار هتوحد، وبالتالي لن يستطيع أحد إن هو يهرب سلعة أو يعمل سوق سوداء نتيجة وجود سعرين وما إلى ذلك. ده أنا بحب أقول لحضرتك إنه القرار اللي اتخذ بتوحيد الاسعار ده هيؤدي الى انه المواطن عندما يعني يذهب الى البقال التموين ويسال عن السكر سوف يجده. وكمان انا بطمن حضرتك والساده المشاهدين ان هناك وفقا للدراسات اللي احنا بنجريها والمعدلات الاستيراد هناك اتجاه عام لخفض السكر، اسعار السكر خلال الفتره المقبله ان شاء الله. يعني ده نتيجة انه عالميا في البورصة العالمية يعني برضو في يعني هو الوعد ان نتابع كل هذه التفاصيل
بشكل إن شاء الله كمان يومي وأكثر تفصيل في خلال اليوم. شكرا جزيلا لك محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين.